التوم اللي هو من النباتات المعروفة المقدسة، وخاصة في حضارات كثيرة اللي هي من بين الحضارة الفرعونية، وكنلقاو أن التوم كيدخل في الرموز ديالهم ديال القوة، في الرموز ديال الفراعنة. وكذلك التوم كان من المواد اللي كانت كتدفن مع المومياء الفرعونية، وكنعرفوا أن هذه المواد كلها اللي كتكون كدار يعني كترافق المومياء هي مواد كانت لها واحد الفائدة كبيرة. إذن شنو عندنا في التوم من فوائد اللي يمكن أننا نستفدو منها؟ فالتوم فيه واحد المادة اللي كتسمى لاليتسين. هذه المادة هذه هي عبارة على واحد المادة اللي عندها فوائد كبيرة على الصحة ديال العروقة ديالنا، وكذلك على الصحة ديال الأوردة ديالنا. فهي شنو كدير؟ كتخلي لنا هذاك العروقة وهذوك يعني الجدران ديال العروقة ديالنا والأوردة كترتاح، كيبقى فيها كتولي عندها واحد المرونة، وما كتبقاش كما كنقولوا مصلبة وما كتبقاش قاسحة. وهذا الشيء اللي كيعطينا واحد الدورة دموية متميزة أو دورة دموية مزيانة، واللي كتعطينا توازن في الضغط الدموي. وهذا علاش التومة كتصلح الناس اللي كيكون عندهم الضغط مرتفع. هذا من جهة. من جهة أخرى التومة كنلقاو فيها واحد المركبات كبريتية اللي كنهضر عليها دائما. فهذه المركبات الكبريتية اللي هي عبارة على الكبريت، يعني الكبريت في واحد الشكل ديال الغاز، وهذا الكبريت هذا زائد مواد أخرى اللي كتسمى الفيتونسيد أو ما يسمى بمادة الأساسية اللي كتسمى الجيرمانيوم. فهذه مواد اللي كتعتبر من المواد المضادة للطفيليات والميكروبات، البكتيريات والفطريات. إذن مازال غادي نزيد نأكد البكتيريا والفطريات، لأن الفيروسات هي مواد اللي كيخص المناعة ديالنا اللي كتصدى لها. ولكن إذا كان الإنسان كياخذ التومة وكيداوم عليها بواحد الطريقة آمنة اللي غنشوفوا الطريقة السليمة كيفاش غادي نستعملوا التومة، فهي كتعاونوا أنه كتنقص ليه ظهور البكتيريا وكتنقص كذلك ظهور الفطريات، وهذه من المزايا ديالها. التومة كذلك من المواد المضادة للأكسدة من الدرجة الأولى، أن التومة كتحمينا من عدة أنواع ديال السرطانات. فأولها السرطان ديال الرئة، فبينت الأبحاث بأن الإنسان اللي كيداوم على التومة بالقيمة الآمنة أنها كتحميه 50 مرة أكثر من الإنسان اللي ما كيكونش كياخد التومة، وخاصة في سرطان جهاز التنفسي يعني الرئة. وكذلك كتحمينا من مشاكل ديال سرطان الجهاز الهضمي. فهادو كلهم مواد اللي أو هادو كلهم أمراض اللي كتحمينا منهم التومة. والتومة من المواد المهمة اللي كيخصها تدخل في التغذية ديالنا وفي المطبخ ديالنا. الطريقة السليمة كيفاش يمكننا ناخذ التومة؟ التومة كيخصنا ناخذ غرام حتى 5 غرام في اليوم. شنو هي؟ هو فص ديال التومة. إذا فص ديال التومة واحد إلا خديناه بالنسبة للإنسان البالغ سواء قردو يعني شويه داروا مع يعني خدام مع شويه ديال زيت الزيتون، او قردو في السلطه ديالو، او غير يعني قسمو دار عليه شويه ديال الحامض فهو غيعطينا فائده مزيانه. شنو هما المواد اللي يمكن يرفعوا لنا من المفعول ديال ديال ديال, ديال هذا الفص ديال الثومه الا خديناه يوميا؟ عندنا الزريعه ديال القرعه الحمراء اللي كترفع لنا الفائده ديال لاليتسين الى 30 مره اكثر. فهنا إلا خدينا مثلا واحد الفصيص ديال التومة نقردوه ونزيدو معاه واحد المعلقة كبيرة ديال الزريعة ديال القرعة الحمراء، سواء خضراء سواء أننا كتكون مقلية بلا ملحة، فكناخدو داك اللب ديالها وكنخلطوه مع التومة وكناخدوه. الزريعة كذلك ديال نوار الشمس كذلك حتى هي من المواد اللي كترفع لنا من القيمة ديال الثوم، وهكا كنستافدو من المزايا ديالو. الطريقة كذلك كيفاش يمكننا نحافظوا على التوم؟ فالتوم مثلا كيمكننا ناخذوا دوك الفصوصة ديال التوم ونديروهم بحال شكل واحد العقد، يعني كناخذوا البرا والخيط وكنبداو كندخلوا فيهم داك الفصوصة ديال التوم، كنديروا بحال واحد العقد ديال هاد الفصوصة ديال التوم، وكنعلقوه في واحد المكان اللي كيكون ما فيهش الرطوبة وكيكون كيكون ناشف. وهاد المكان هذا كنخليوها فيه حتى كتيبس، من بعد كنطحنوها وكنحصلوا على بودرة الثوم. هذيك البودرة ديال التوم كتبقى مدة الصلاحية ديالها حتى لثلاث سنوات. إذن هنا كنشوفوا الفائدة ديالها، وهنا كتبقى محافظة لينا على المزايا ديالها. وبودرة الثوم باش كيمكننا نستعملوها كناخدو نص معلقة صغيرة ديال بودرة الثوم كندخلوها في السلطات ديالنا، نديروها مع شوية ديال زيت الزيتون في الخبز، وهكا غادي نستفدو من المزايا ديالها. كذلك بالنسبة للتعاونيات اللي كيسمعوا لينا اللي كاين عندهم واحد
النوع ديال واحد الآلة اللي كتنشف، يعني واحد الآلة كينشفوا فيها المواد ديالهم الطبيعيه. فانا كنصحهم يجيبوا الثومه ويحطوها في هذيك اللي كتنشف، يعني في ذاك الفران اللي كينشف عندهم، يديروه في درجه الحراره 40 درجه ويخليوه 30 يوم. اذا ملي كنخليوه 30 يوم كنحصلوا على ما يسمى بالثوم الاسود، وغادي نصيفط لك الصور اختي سناء. هذا الثوم الاسود اللي هو مستعمل في الصين، اللي كانوا كيستعملوه الصينيين 2000 عام قبل الميلاد، واللي غير وحده منه فيها مزايا كبيره جدا للصحه ديال الناس، واللي كان عنده الامكانيه انه يدير هذه الطريقه كذلك، فهي طريقه جميله جدا للصحه والمناعه ديال الجسم ديالنا. واخا باش نحاولوا نشرحوا هذه الطريقه للحصول على الثوم الاسود. اذا الثوم الاسود كنقصدوا به الثوم اللي كيكون طري واللي كيتم تيباس ديالو او التشفاف ديالو في درجه الحراره 30 يوم. نعم، في واحد درجه الحراره معينه. علاش قلت تعاونيات؟ لان عندهم هاد الفرانات اللي كينشفوا المواد ديالهم اللي كيستعملوا هما، وكيخليوه في درجه حراره 40، يعني خص يكون ضروري 40 درجه. نديروها في البيت مثلا السيده كتخدم الفران ديالها كل نهار، شنو تخلي تطفي الفران ودير ديك الثومه في ديك الصاج ديالها؟ نعم، تخليها تما، يعني ديرها في الفران ديالها، ومنين تسالي يعني تسالي الطياب تعاود ترد هذيك الثومه، غير هي دائما تحافظ على ديك الثومه في شي بلايصه اللي تكون سخونه، واخا تسد عليها مثلا في واحد الترموس ولا هذه، باش تبقى محافظه على ديك درجه الحراره، ومنين تسالي الطياب ديالها تعاود تحط هذيك الثومه وهكا حتى كتنشف. نعم، طيب دكتور عماد، هذا الثوم الاسود شنو القيمه ديالو؟ كيختلف عن الثوم العادي. نعم، فهنا كيطلع لينا التركيز ديال لاليتسين اللي ذكرنا ديك الماده المهمه، كيطلع لينا التركيز ديال الكبريت الطبيعي، والكبريت الطبيعي مهم جدا للداس ديالنا، ومهم جدا للتصفيه ديال الداس ديالنا، والفعاليه ديال هذاك يعني الثوم الاسود كتكون 50 مره اكثر من الثوم العادي. علاش؟ لان كتكون واحد التركيز ديال هاد المواد، انا بحال كنخليو كما كنقولوا حنا كيختار، يعني جميع المواد كترسب مزيان وكتبقى في هاد الثوم الاسود. والناس اللي كيتابعونا خارج ارض الوطن، فهذا الثوم الاسود راه متوفر في الاسواق، وكيمكن انهم يلقاوه في لي غروند سيرفاس، يعني في الاماكن اللي كيتباعوا فيها هاد المواد الغذائيه، و هو كنصحهم انهم ياخذوه ويبقاو يستعملوه لانه عنده واحد الفائده كبيره. طيب غادي نعملوا انا وياك سؤال جواب، لانه عندي اسئله كثيره على الثوم. الثوم اول شيء كنقولوا انه لونتيبيوتيك طبيعي، المضاد الحيوي الطبيعي، صحيح ام غلط؟ مضاد حيوي قلنا انه كيساعد فقط يعني ضد البكتيريا والفطريات، اما الفيروسات بما فيهم فيروس كورونا فما عندوش علاقه يعني بانه كيقضي على الفيروسات. هذا هو الفكره الشائعه، انه الناس مثلا ملي كتجيهم البرونشيت او النزيف الحاده وكيعمل في الصدر ديالهم، انه كيستعملوا الثومه، وعلى انه الثومه كتصفي الصدر، صحيح ام خطا؟ صحيح، الا درناها بالطريقه السليمه. فص ديال الثومه في كاس صغير ديال الحليب الساخن، نخلطوها معاه ونزيدوا معلقه صغيره ديال العسل الحر ونشربوها في الليل، فهذه غادي تعاوننا في التصفيه ديال الجهاز التنفسي ديالنا. نعرفوا على انه الثومه شحال من مره كيكون فراس ديال الثومه فص مزيان وكنلقاو فص اللي اللون ديالو تغير او لا بحال الى شتي او اللون ديالو تغمق، واش في هذه الحاله نستعملوه او نلوه؟ فاللي كان اللون ديالو غامق فمن الاحسن اننا ما نستعملوش، نستعملو دائما فص ديال الثومه اللي كيكون ابيض. علاش؟ شنو هو اللون الغامق؟ هو الاكسده، انه تاكسد ان هذه الماده هذه اللي هي غتكون مفيده تاكسدات، يعني تغير ليها اللون ديالها وتغير غتغير حتى الفائده ديالها، فمن الاحسن اننا نستعملوا واحد الفص ديال الثومه اللي يكون نقي وبيض وصافي. شنو هو شنو هي احسن طريقه للحفاظ على الثومه؟ الثومه كتكون في الكوزينه، ممكن تكون في قرعه ديال الزاج، نعم، حدا البوطه كيكون، نعم، البخار كيكون، القلي كيكون، الطياب، نعم. كيفاش نحافظوا على الثومه عندنا في الدار او في المطبخ؟ كيفاش نحطوها؟ نعم، فدائما كنمشيو يعني الطريقه ديال الحفظ، اللي فاش كتجي الثومه مثلا كتجي في واحد لي كارطون ديال يعني كارطونات اللي كتكون فيهم الثومه، فمن الاحسن تكون واحد الكارطون اللي كيكون غامق، وكارطون صغير يعني، واخا يكون غير الكارطون مثلا ديال الحلوى ولا اللي كيكون في لي باتيس
سخين فهذا غادي يكون احسن وغنديروا فيه الثومه وغادي نخليوه في واحد البلاصه. ربما الفكره غير واضحه دكتور عماد. نعم ملي كنشريوها الا شريناها بالعبار نعم. على حسب يعني ممكن نديروها في كيس ديال الكارطون ممكن تكون في خنشه ممكن نعم لا دوك السليلات الحمر اللي كيكون على الشبيتات فشنو هي احسن طريقه؟ فقلنا احنا الكارطون يعني كارطونه يعني بحال الكارطونه بحال اللي كيكون فيها مثلا الحلويات او الكارط لان ذاك الكارطون كيحبس لينا الرطوبه كيتماشى مع مع نعم. كيتماشى مع المكونات ديال الثومه. هذا من جهه ومن جهه يعني اخرى الثومه مثلا الثومه نعم. مثلا الا درناها في قشيفه ديال الدوم صغيره نعم. او الا درناها في دوك الشبيكات ديال الدوم واش مزيان ولا لا؟ فخصنا نغطيوها لان حتى الهواء كيمكن نعم لان حتى الهواء الا كان كي وخاصه كنعرفوا المطبخ الهواء كيتغير كيكون كتكون الرطوبه كيكون البروده كتكون السخونيه فإلا تغطات هذا الهواء هذا ما كياثرش عليها وغادي نبعدوها شويه على البوطه. هذا الشيء اللي كاين. الثومه نحافظوا عليها في قرعه مشدوده ديال الجاج نحافظوا عليها الا كانت القرعه ما عندهاش ما كتدخلش اشعه الشمس فمن الاحسن تكون واحد القرعه اللي تكون اللون ديالها قاتم يعني ما كيدخل ليناش اشعه الشمس. ثم منين مثلا غادي نحكوها وتستعمل مثلا في واحد لا فينيغريت او صلصه ديال الشلاضه نعم واش كتبقى صالحه للاستعمال؟ فكنديروها في الثلاجه وغادي تبقى المده الصلاحيه ديالها ساعتين فقط. هذا هو المده ديال الصلاحيه ديالها باش يمكننا نستافدوا من المكونات ديالها باش ما توقعلهاش عاوتاني اكسده. الفص ديال الثوم ملي كنفتحوه عنده واحد الجذير عنده نعم. واحد القلب ما يسمى بالقلب ديال الثومه نعم. كثير من الناس اللي كيعتقدوا انه ديك القلب كيخصو يتلاح وكثير الاخر اللي كيقول بالعكس الفص يتكال هكذاك بكل شيء ديالو شنو الصحيح وشنو الخطا؟ فالقلب هو المركز ديال المواد المغذيه لان هذه كنعرفوا الا زرعناها غادي تعطينا الثومه فهذاك القلب هو اللي فيه التركيز ديال هذه المواد اللي هضرنا عليها ولا حيدنا القلب ف 50% ديال الفائده ديال الثومه ما كتبقاش عندنا يعني كاع ديك الميزه ديالها كتنقص لينا ب 50%. الناس دكتور عماد اللي كيستعملوا الماء مغلي فيه الثوم وكيشربوه على الريق في الصباح واش هاد العاده صحيحه ام مضره؟ فبحكم الثومه فيها الكبريت فإلا درنا هذه المساله هذه يمكن تعطينا مشاكل في المستوى ديال المعده يعني التهابات في المعده ويمكن تاثر لينا فما كنصحش بهذه المساله هذه. والثومه دائما نخلطوها مع شي حاجه يعني مثلا داك قلنا احنا فص واحد في اليوم ونحاولوا اننا نقردوه وناخذوه مع شويه خبيز ناخذوه مثلا في السلطه يعني دائما يكون الثومه مخلطه وسط اغذيه باش ما يمكنناش باش ما تاثرش علينا مباشره على الداس ديالنا. من الاستعمالات الاخرى اللي كنعملوا للثوم اننا مثلا كنديروا واحد الخلطه كنرقدوا فيها مثلا الفلفله في الماء المحمض كنقدروا نديروا في الصوص ديال الثوم او مثلا كنديروا واحد الخلطه ديال زيت العود اللي كنسموها بالاعشاب بحال الياجير بحال الزعتر بحال ورقه سيدنا موسى وكنديروا ايضا فيها في الصوص ديال الثوم. واش هذه الاستعمالات كتحافظ على المنافع ديال الثومه؟ نعم فهنا إذا كانت مخلطة وكانت يعني مغطية بزيت الزيتون فكتعطينا المنافع وزيت الزيتون من المواد اللي كتماشى مع الثوم وكتماشى مع هاد يعني مع هاد المكون هذا فماشي يعني مزيان أننا نستعملوها بهذه الطريقة هذه. وحتى حتى ملي كنستعملوها حنا كنستعملوها مع الخبز كنستعملوها في السلطات كتستعمل في الطبخ فهنا ما يمكنش ما غاديش تأثر لينا على على الصحة ديالنا لأنها مخلطة بمكونات أخرى. أنا أحسن ثومة تكال خضراء ولا طيبة؟ فمن الاحسن خضراء وخضراء غير هي كما قلنا ما نكثروش منها فإلا خدينا غير فص واحد في اليوم فهو كافي انه يعطينا القيمه يعني القيمه الايجابيه للداس ديالنا. كنرحب باسئلتكم مستمعينا على رقمنا المباشر 05 22 77 24 24. قولوا لنا انتم كيفاش كتستعملوا الثوم وماشي غير الثومه اليوم ايضا كنتكلموا معكم على البصله وعلى زيت العود او زيت الزيتون. مرحبا باي سؤال 05 22 77 24 24. دكتور عماد بالنسبه طبعا لاستعمال الثوم واش الناس مثلا
اللي كتجيهم سخطة أو كطيح لهم طونسيون، واش منصوح يستعملوا الثومة أو لا؟ فالثوم بالنسبة للناس اللي كتكون عندهم يعني كيهبط لهم الضغط الدموي فمن الأحسن أنهم يتجنبوها، غير هو إلا كنا بهذه القيمة اللي هضرنا عليها أننا كناخذوا 2 غرام حتى 5 غرام يعني فص واحد ديال الثومة، فهنا ما غاديش يأثر على الضغط يعني سلبا وما غاديش يهبطوا أكثر من القياس ديالو. غير هو منين يحس أو تحس الأخت بأنها مثلا كتسخفانة أو كتحس بأنها عندها مشكل يعني في الطونسيون ديالها ما كتقدرش تحرك، فمن الأحسن أنها تجنبها ما تدخلهاش في التغذية ديالها ولا في الطبخ ديالها حتى ترجع لا طونسيون الحاله الطبيعيه ديالها. الثومه اللي شفناها دخلات في تحضير كثير من الوصفات ديال التجميل، وخاصه وصفات اللي كتحد من تساقط الشعر، وصفات اللي كتوضع في بعض البلايص اللي كيكون فيها مثلا بعض المشاكل الجلديه. واش هذه الاستعمالات صحيه؟ فالثومة مباشرة على البشرة ديالنا نحطوها، فهذه مسألة اللي عندها خطورة على البشرة، لأن هذه المواد اللي هضرنا عليها وهذه المواد اللي هضرنا على هذه المواد الكبريتية فهي مواد اللي كتحرق لنا البشرة، فما يمكنش نحطو الثومة مباشرة على البشرة ديالنا لأنها كتعطينا تقدر تعطينا حروقات من الدرجة الثانية ومن الدرجة الثالثة، خاصة الناس مثلا اللي كتكون عندهم التونيا، الناس مثلا اللي كيكون عندهم مشاكل ديال الحساسية، أو الناس كيكون عندهم فطريات وكيحكوا هاد الثومة مباشرة على الفروة الرأس، إلا في حالة واحدة أننا كناخده في الثومة وكنحكوه إلا كان عندنا مشكل ديال الأظافر، فلتقوية الأظافر لمعالجة مشاكل الأظافر، والأظافر كنعرفوا أنها كتكون قاسحة ماشي بحال البشرة ديالنا. إلا بغينا نستعملوا الثومة اللي كتستعمل كذلك في وصفة لتساقط الشعر، فمن الأحسن أننا ناخده 3 ديال الفصوصة ديال الثومة ونديروهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون، نحطوه فوق العافية حتى تطلع الغلية الأولى ونخليه ليلة، وهذا المحلول هو اللي ندهنوا به جلدة شعرنا وشعرنا، نخليه ساعة ونغسلوه فهكا غادي نستفدوا من المزايا ديالو. أما باش نديروا أكثر من هذه القيمة هذه في زيت الزيتون فكيمكن هنا تحرق لنا الجلدة ديال الشعر، ويمكن كذلك تأثر لنا على الشعر ديالنا أنه ما يبقاش عنده ديك النعومة ديالو وديك المرونة ديالو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.